2 مليون يهودي هاجروا إلى إسرائيل، والجنسية المغربية لا تسقط وإن هاجر اليهود إلى إسرائيل. لكن في البعض منهم من ضمنهم حضرتك متمسكين بالمغرب ووجودكم هنا في المغرب، ما فكرت تهاجري؟ أنا معمر نهائياً هذه المسألة ما ذكرت فيها، ما خطرت على بالك أبداً. شوف لالا، أنا المغرب أعطاني كل شيء. أيوه. الحمد لله، كبرنا، جدودي مدفونين هنايا، كبرت هنا، تزوجت هنا، زوج وليداتي، زوجي تكون كطبيب ودرنا لا سيتوياسيون ديالنا وعايشين بخير وعلى خير. واللي اكثر اللي نبغي نوضح لك اكثر، وهي دابا انا ما عندي نهائيا حتى شي واحد من العائله ديالي. ما في حد هاجر والو. ما عندي لا خويا لا اختي، والدي توفوا، خوتي ما ساكنينش هنا، وليداتي عايشين في فرنسا وكيمشيو ويجيو. ولكن انا كنحس عندي واحد العائله كبيره، حيت عندي الاصدقاء ديالي. ايوه. ماشي اصدقاء، هما خوتي. باش نوريك باش العلاقات بين زعما اليهود ديال اسرائيل والمغرب كانت ديما، واخا ما دايرهاش بواحد الطريقه رسميه. أيوة. كانت اللي كان عندنا واحد المتحف اليهودي المغربي في الدار البيضاء اللي مكلفه به هي مسلمه.